لله في الاخير نجيب واحد نقطه و نلعب مزيان اليوم نورمالمون نجيب 3 نقاط الحمد لله ان القادم افضل ان شاء الله ماشي بيدي ديالي الحمد لله مش فريقنا لعب مزيان و ان شاء الله اليوم الجمعه نجيب 3 نقاط هنا في الدار ديالنا عندنا فريق جديد مدرب جديد كل شيء جديد حتى شويه الوقت وان شاء الله نترينمون كل يوم مزيان 100% وهذا بروجيكت حدا شويه الوقت والله بدون جمهور صعيب الجمهور ديالنا بحال لاعب زياده واليوم ما كاين جمهور وصعيب شويه وان شاء الله اليوم جمعه ماتش القادم ان شاء الله كاين جمهور ديالنا وان شاء الله كن فرحان جمهور كن فرحان ان شاء الله